السلام عليكم. هذا الفيديو حبيت نخصه خصيصا إلى مسألة تثير نقاش حاد على منصات التواصل الاجتماعي، وهي مسألة تواجد الرأي الأمازيغية في المظاهرات عبر كل التراب الوطني. هذه المسألة مسألة حساسة جدا، ولكن قبل أن أخوض فيها أريد أن أذكر فقط أنه منذ بداية الحراك في 22 من فبراير كانت هناك محاولات عدة لتقسيم الحراك إلى جبهتين أو عدة جبهات متصارعة لتقسيمه وتفريقه. في أولها كانت هناك محاولة لتقسيم الحراك بين من هم مع الحركة النسوية وضد الحركة النسوية. كان هناك محاولة كذلك لخلق صراع فكري وسياسي من هم مع الجيش وضد الجيش. هذه المحاولات باءت بالفشل، ولكن أخطرها هو ما يناقش حاليا، أين وصلنا إلى استعمال النعرات الطائفية والعنصرية والجهوية، وذلك بإثارة أكاذيب جد خطيرة حول مسألة الرأي الأمازيغية. إذن يجب علينا أن نفهم وأن نعرف وأن نعلم مدلول ومفهوم وماهية الرأي الأمازيغية. الرأي الأمازيغية لم يصنعها ولم يخلقها عميل فرنسي والمسمى إتيان بنت. الرأي الأمازيغية صنعها إنسان بسيط ومواطن بسيط من منطقة القبائل، وهو حي إلى يومنا هذا. الرأي الأمازيغية لا تشير إلى جهة معينة ولا إلى حركة انفصالية أو حركة أيديولوجية ضد حركة أخرى. الرأي الأمازيغية تمثل بعد تاريخي وحضاري لمنطقة شمال إفريقيا. الراية الأكبر والأعمق والتي تمثل وحدة شمال إفريقيا هي الراية الأمازيغية. الراية الأمازيغية لو لاحظنا تبدأ باللون الأزرق والذي يمثل البحر الأبيض المتوسط والذي يتربع عليه شمال إفريقيا، وهذا يبعثنا ويشير إلى البعد الحضاري المتوسطي لمنطقتنا. ويأتي اللون الأخضر يشير إلى حضارتنا وقوتنا وكذلك غنانا وثرائنا. ثم يأتي اللون الأصفر والذي يشير إلى عمقنا التاريخي في القارة الإفريقية ويشير إلى الصحراء الكبرى. في وسطه يتربع حرف الزاد الأمازيغي. هناك الكثير يتهكم على الراية على أنها راية الفرشيطة. هؤلاء الناس لا يعلمون أن بذلك يتهمون ويتهكمون ويشتمون تاريخهم. فحرف الزاد الأمازيغي يتواجد في كل مناطق شمال إفريقيا، من ليبيا إلى النيجر والشاد والتاسي للنيجر وكل الصحراء الكبرى وتونس ومالي، وهو يشير إلى حرف من أعرق اللغات وأقدمها على وجه المعمورة. إذن هذا الحرف يشير إلى تاريخنا وزخمنا الحضاري وإرثنا الثقافي. وأختير هذا الحرف لأنه يرمز بشكل أو بآخر إلى حرية الإنسان وكرامته، والصراع الذي دام منذ الأزل على هذه الأرض لننال استقلالنا من كل الاستعمارات التي مرت علينا. ولهذا رمز باللون الأحمر ليشير إلى كل التضحيات التي حدثت ليس فقط في منطقة القبائل أو في الجزائر أو في منطقة بعينها، لكن في كل شمال إفريقيا. إذن يجب علينا أن نذهب إلى مصادر موثوقة بها، ويجب أن نقرأ التاريخ كما هو، ويجب أن نتعلم أن نأخذ المعلومة من مصدر موثوق وليس من أناس لم يقرأوا كتابا أبدا في التاريخ، ولا يعلمون مبادئ الأنثروبولوجيا، ولا يعلمون مبادئ اللغات، ولا يعلمون تاريخ الوطن، ولم يروا في حياتهم شريطا تاريخيا حول هذه المنطقة وعلى تاريخها. إذن يجب أن تعلم أن الراية هي راية شمال إفريقيا، وهي تشير إلى الوحدة وليس إلى الانقسام والتفرقة. هي راية تشير إلى بعدنا الجيو استراتيجي بعمقه الحضاري والثقافي. هي راية كذلك تشير إلى غنانا الثقافي والعلمي. هي راية تشير كذلك إلى صراعنا الطويل ضد كل أنواع الاستبداد من أجل الحرية وفقط. إذن هذه الراية رايتنا، ونحن عازمون على أن نرفعها عاليا، لأنها ترمز
إلى تجذرنا على هذه الأرض وأننا جزء لا يتجزأ من هذه الأرض، فنحن ودماؤنا ينتمون إلى هذه الأرض الطيبة، وليست هذه الراية مضادة إلى راية وطنية، بل هي مكملة إلى صراعات الاستقلالية التي حدثت في القرن العشرين، لأن هذه الراية كذلك تمثل طموحات شهدائنا الذين طالما حلموا بشمال إفريقيا موحدة. شكراً.